الأخ الوزير المالية من باب الأمانة قال إحنا مستعدين كوزير وكجهاز مختص في وزارة المالية لعرض الموضوع، ونأمل أن يعرضونا بكل شفافية وبكل وضوح ويقولون لنا هم وين رايحين، إيش راح يسوون في الدعوم، إيش راح يسوون في عملية إيقاف الصرف والهدر، كيف راح يستثمرون، كيف راح يوجدون فرص عمل للمواطنين الكويتيين، كيف راح يخلقون قطاع خاص ناشط ومستثمر دعم القطاع الخاص. كل هذه الأفكار خلينا نشوف انعكاساتها من خلال عندهم برنامج تنفيذي للموضوع، هل هي مثل ما كانت الوثيقة الأولى خطة إنشائية عبارة عن عناوين. كل هذه المسائل راح نسمعها، وكان إصراري أن المجلس يسمعها والشعب الكويتي يسمعها ويأخذون مباركة المجلس أو عدم مباركته.